طب انت بتستعد للبطولات فين؟ بستعد عندنا في في الجيم في الجيم بتاعك اللي انت بتاع بدات فيه اللي انا بدات اللي فيه اللي فيه المدرب اللي اكتشفك آه. اسمه ايه المدرب كابتن محمد شعبان وكابتن احمد الربيع طيب احنا نقدم لهم الشكر في التلفزيون آه. آه. طبعًا, آه. طبعا لان آه. هم اكتشفوك وانت كمان اصيل ولسه بتتمرن معاهم آه. وهم مدركين كل مره انت داخل على ايه فبيمرنوك التمرين بالله. اللي يخليك اول واحد في في البطوله دي بالظبط كده دي حاجه جميله طيب قول لي مين تاني وقف جنبك او يعني حسيت ان هو قدم لك يد المساعده عشان توصل لبطوله العالم الجميله اللي انت فيها دي طبعا والدي ووالدتي طبعا هي كانت واقفه جنبي دايما حتى في وقت الاصابات وفي كل حاجه كانت هي بتقول لي بتشجعني وبتقول لي كمل وان شاء الله ربنا يكرمك والحمد لله ربنا كرمني وطبعا ما انساش طبعا سيدنا لامبا استفانوس كان دايما داعم ليا أسكف بيبا والفاشن اه فكان دايما كان بيكلمني وكان بيشجعني على طول بيكلمك شخصيا اه كلمني شخصيا يا عم شخصياً انت, و... انت راجل واصل يا عم <applause> سيدنا عم نوس جميل الحقيقه ولسه كنت بقول لك قبل الهوا بيحب قوي <applause> ولاده المتميزين دي حقيقة يعني هو. انا حتى لما قابله لما بتشرف يعني ان انا اكون عندكم في في المطرانيه يكلمني دايما مش بس كلمات ترحيب يقول لي عندنا ولد متميز قوي في كرة القدم، ما نقدرش كده نزقه علشان يعني هو دايماً هو دا دعم دا لأولاده كلهم. آه. دايماً دعم الكنيسة لينا. والحقيقة محبته كبيرة. في حد تاني ساعدك؟ كان طبعاً أصحابي وأخواتي دايماً على طول كانوا بيشجعوني وكمل وكانوا لما بيعرفوا ميعاد البطولة دايماً بيكلموني وإن شاء الله بيتواصلوا معايا على طول ويقولوا إن شاء الله هتكسب وهتجيب مركز أول. لكن مفيش حد بيبقى عنده فرصة يروح يحضر معاك البطولات ديت؟ لما بتكون متوفره هنا كان اصحابي كانوا بيروح كان بييجوا كان بييجوا معايا لما بتكون متوفره كان ده بيحسسك بدعم اه طبعا كان بيدعم جدا لما الاقي اصحابي كلهم جايين ورايا وبيدعموني دي تديني دفعه كبيره اكيد